بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عنا الميقان هذية صار لها مشكل في الفناء. لو كتب ولا تكتب يعني تو هيكم في الفيديو تكتب ديبلوكاج فناء أو ديبلوكاج كلهم، يعني الفناء ولا ديما مفتوح ما عادش يتسكر، والدمرير ما عادش يضرب. طبعا كنت تنزل على الدمرير ما عادش يضرب. طبعا لكم في الفيديو كان يعني كامل كيفاش عملنا لها ديجنوستيك وكيفاش صلحناها وكيفاش توا هاي باش نوريها لكم كيفاش هي يعني ما تلبس عليها وحاضره وتخدم ما فيها حتى شيء. هو الموضوع صار كله في القطع اللي جي تحت الفولون تحت عندنا توا هنا هذه باش نسكرها سمعت الفولون سمعت الديركسيون كي سكرت. هذه كانت في الاول الديركسيون ما تخدمش، الجمله تنزل عليها ما تنزلش ما تخدمش، يعني ديما مفتوحه. يعني توا نحط كونتاكت ونشوفها كيش تتحل. سمعتوها كيش تحلت؟ ها ولا توا ليبر، توا ولا ليبر. هذه العمليه وقتي صار لها ديفو هذا ما عادش ولا ليبر ولا كاسح. علاش كاسح؟ لان صار لها ديبلوكاج، تولي تكتب لك يعني ديبلوكاج فولون. هذه العمليه تو تشوفوها في الفيديو كامله مناش صارت يعني وشنو اللي لازم الانسان يعملوا وكيفاش تصلح. عشرين نجمة طويل يا نصر الدين. البلاستيك ما عندكش ترويس بتاعه هذاك؟ شري نجم طويل وهم يشوف لي عليه. نبعث لك نجيب لك واحد هنا؟ لا لا مش مشكلة. عملت صغار ولا مثل؟ ها؟ عندي زوز. ما شاء الله. بارك الله. صلى الله عليه وسلم. تبارك الله اكثر من صلاه على النبي. تبارك الله هي الاولى. بعد جي صلاه على النبي. باهي سي مختار. هذا هو الفيروس كولوني نتاعنا. لحظه خليني نجيك مغادينا. ها هو من الاول. هذه الفيرون هذه تسبب في المشكله. شنو اللي صار لها؟ هذه صار لها من داخل دي فيروياج ثلاث شوك تاع كورون. ضربت فيها قص عليها الكورون وما عادش تعطي في الكود جمله ما عادش تعطي في الكود. والبلون تاعها تحل بالمقلوب. سونس كونتري يعني تتنحى هذيك، لكن هذه في حاله اذا كانت بلوك الفولون ما عادش تتنحى. ما عادش تتنحى اذا كانت قال لسان خارج لبرا ما عادش تتنحى. اي وشو حلها كما عادش تتنحى؟ اذا كان ما عادش تتنحى يلزم لسان ترجع تتفرك سير بلاس يخدم الموتور، تخدم الموتور الكتريك. موتور الكتريك فيها باش ترجعها باش ما تكسرش. باش ما تكسر. اذا كان ما تعرفش تخدم موتور الكتريك ترسيلك هذه الدقدقه وتطيش. ايوه اذا كان ما تعرفش تتنحى. باهي تو انت شو تعمل؟ اشرح لهم. بالنسبة لهذا فيروت كولوني يتنحى يتعمل له فيروياج
يتفرج يرجع اعتبارها قطعة جديدة. ونعاودوا نركبوها تعاود تقرا الكود من جديد ترجع ديماري كنبة عادية. وشنو الديفو اللي صار لها؟ عادي يصير يعني عادي ولا الديفو يصير عادي مش ديفو في كرهبة مش ديفو في كرهبة ولا في زوز في الكرهبة لا لا يعني نقصد يعني مش سبب فيه حاجة معينة. هو عمره هو عمره انتهى نجم توريهم كشي حلو باش يرجع الموتور التالي اذا كان الانسان حصل في حاله كما هيك وعلى الاقل باش يكمل يمشي بكرهبته. لا ما ينجمش عادي سير بلاس يزم يتفرج سير بلاس نقصد سير بلاس يبدا يركب سير بلاس حل هذيك تحل الكاش هذا الكاش هذا اللي هو راكب اللي هو راكب يركب هكا هو الفيرود كولوني تقرص على الكاش هذا من هنا ايوه هو راكب يتنحى دور الموتور هذا هنا بيدك باش يرجع خرج لسان خرج هنا لسان بدا يخرج خرج يعاود يتسكر يعاود يرجع وانا دور بصبعك من هنا دور الموتور هذا في حالة تبلوكا للفولون وما لقاش حتى حل خاطر كي البولون حتى راكب ما عادش يخرج ديجا لان البولون عنده ليميت ولا يلزمك ترجع الفيس لهنا بالضبط باش تعدى البولون كي يبدا لسان خارج البرا لهنا مختار هكا لسان البولون ما عادش يتنح ولا بولون سيكيريتي ما عادش يتنح بولون سيكيريتي ما يتنح الا ما يرجع لسان باش يتيح البولون واحد ودي جاي يعطيك الصحة بارك الله فيك.